طرد وحرمان من أدنى الحقوق، صفات قائمة وظروف معيشية مأساوية تعاني منها عائلة فوزي، حيث يعيش أفراد العائلة في الشارع بعدما طردوا من مسكنهم التابع للمؤسسة الاستشفائية بولاية وهران، آملين من السلطات التدخل العاجل والوقوف ميدانيا على هذا الوضع المزري الذي تعيشها العائلة. سارة فرندي وشاهينة الزيزوي. فقر، حرمان، جوع ويتم هو حال عائلة الأب فوزي وأطفاله الثلاث. فبدل من يمسح على رأسهم الغبن وإطعامهم وإدراك حاجتهم، تم رميهم إلى الشارع من دون رحمة ولا شفقة. يدرى ولد حوما ولده يتامى وراه من البكري خدم هنا في السبيطار. شاب نقول لهم ربي يهديهم هاد الناس هادو كاع، هذا راه من البكري ما عندهاش مابا ولاده شكون يدير فيهم. لا، بعدما كانوا يقطنون بمسكن قد يصلح لكل شيء إلا مأوى للبشر، بصالة للمؤسسة الاستشفائية لطب النساء والتوليد بوهران الذي تنعدم فيه النظافة، انتشار الأوساخ والقدرات، هم اليوم يبتون في الشارع. أنا شفت عصيانة في المؤسسة من اللي يريني هنا، أنا شفت مات ونص ودروك مدير خرجني من هذه السكنة. نطلب من السلطان، نطلب من المسائل يهضروا معاه ولا يشوفوا كيفاش يديروا. دوك انا قشي راه مقويس وولادي راه مقويس وراني في الزوق، ما نجمش ندير وين نديرها بيتي، ندير نحرقها نقيسها، ما عنديش وين ندير. انا اللي سلكت ولادي بزاف عليا، وانا على خاطر ولادي بزاف عليا نرقد برا، نرقد تما عند لاكلينيك عند الباب. الأب فوزي وأطفاله الثلاث لا ذنب لهم غير أنهم ولدوا فقراء يتامى، أمر صعب على العائلة لكنه ليس كذلك على أصحاب النفوس الطيبة، إذ بتضامن وتكاتف الجهود يمكن رفع الغبن والتشرد على العائلة.